لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يصلح للمرأة أن تكون قاضية، بل سمعنا عن إحدى البلاد، لكنها والحمد لله في غير البلاد الإسلامية، أنها خطيبة جمعة، تريد أن تخطب الجمعة. وحدثني أحد مشايخي، هو الشيخ مشهور، قال، ولا أريد أن أسمي البلد، قال ذهبنا إلى بلد إسلامي لكن من غير العرب، إلى بلدة إسلامية، قال والناس جالسون صلوا صلاة أحد الصلوات، الظهر العصر صلوات الجماعة، قال فبعد انتهاء الصلاة قامت امرأة تعطي موعظة للرجال والنساء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.